كل شيء بقدر، المكاتيب كما الأرزاق تأتينا على حين غفلة، وعلى الثقافية الجزائرية على حين غفلة. موعد معلوم كل أحد في 8 مساء مؤانسة، مصارحة، وبوح. كونوا معنا بصحبة خالد بن أحمد خلفاوي وطارق الطيب. السلام عليكم. اليوم راح نطلع عليكم من خلال قناة الإذاعة الثقافية، شرف كبير لنا. معكم سامر بن عيسى، مستشار في الرياضة ومختص في التغذية. نصيحتي للمقبلين على شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، نقول لهم باللي اليوم راح تدخلوا في مرحلة تاع الاستخلاص، دونك عندكم جانب نفسي وجانب غذائي. نهضروا على الجانب الغذائي. الحاجة الأولى نقص من السكريات السريعة من الغلوسيدات، خاصة في المساء ولا في الليل، باسكو هذا الغلوسيدات راح يخليو يعني هرمون الأنسولين يطلع في الجسم ديالكم، وهذا الهرمون راح يأثر على النوم تاعكم ويجيكم رقاد. حاجة الأولى. حاجة ثانية نقص من المنشطات. المنشطات ما تاخذوهمش بزاف باسكو صغير، يعطيكم تنشيط ويخليكم يعني فاطنين وما ترقدوش، مش تراجعوا اكثر واكثر. مي كاين عامل جد مهم هو قدره الاستيعاب ديالكم والقدره على الفطنه والقدره على التركيز في المواضيع ديالكم راح تنقص، باسكو بفعل المنشط هذا راه يؤثر على الجهاز العصبي تاعكم. هذا يعني لو دوزيام كونساي. لو ثروزيام هذا على الجانب النفسي. الجانب النفسي ما تقلقوش بزاف، يعني كيما فهمتوا كيما تعلمتوا كيما قريتوا الكميه اللي قريتوها امشوا بها، كما يقولوا شويه وراكم فاهمينه مليح، وما تستريسيوش به خير من كلش وديروه كلش. دونك ماش تقراو كلش، ماش تحفظوا كلش، واحد ما يقدر لا يقرا كلش، حفظوا واش تقدروا، والحاجه اللي تقراوا راح يكون فيها اهلاس وربي يسهل عليكم. راح يكونوا بيناتنا مواضيع نتكلموا فيهم على الرياضه، نهضروا على النشاط الرياضي، نهضروا على التغذيه. دونك استناونا مع خالد ان شاء الله، انسان خالق جدا، وان شاء الله تعجبكم هذه الحلقه.